طيب كابتن عادل مبروك، الشوط الثاني اختلف عن الشوط الاول، يمكن فكر وفلسفه احمد خطاب اتغيرت الشوط الثاني خلاص، بعد ما جه فيه جول ونزل عايز يعوض فتح الجيم ابتدى يضغط على النادي الاهلي. شفنا شوط شبيه بعض الشيء اللي احنا شفناه من اسبوعين من فاركو. شوف انا يعني انا ليه وجهه نظر في فرقه فاركو، يعني فرقه فاركو بتلعب على، يعني اقولها ازاي، عايز اجيبها صح، يعني بتلعب على مضطر للمباراه او على وتيره المباراه، يعني ما فيش فكره بتتعمل. يعني خليني اكلمك بمنتهى الامانه، يعني الافكار كلها بتيجي الماتشين زي بعض، كل ماتشاتهم زي بعض. فاركو عندهم لعيبه كويسه قوي، عندهم لعيبه ممكن تعمل حاجه كويسه. وايه اللي يمنع؟ حته التكتيكيه شويه، في فرق في الدوري اقل كتير من فرق، ولكن بالحته التحضير وواقعيه المدرب بيوصلهم ان هم يلموا نقاط كتير. يعني يعني زي مثلا اقول لك يعني حاجه زي ايهاب جلال مثلا، ايهاب جلال بيعرف يلم بونتي طارق العشر كان قبل ما يمشي من الاتحاد يعرف يلم يعني. لكن في الاخر الموضوع انا شايف ان فرق النهارده، يعني الاهلي كان افضل وافضل كتير منه، بس هو الاهلي النهارده اللعيبه، يعني عايز اقول ان هم قعدوا كتير يا كابتن ايمن يضيعوا في اهداف، وكنت ممكن تعاقب في الاخر، كنت خايف من دي. انا دائما في الفتره دي من الدوري لازم اللعيبه تعرف ان الهجمه او الفرصه لازم تبقى من ذهب، لازم تخلصها وتفنشها، لانه الايجاد ما بيخليش فيه تركيز كويس، وبالذات في اخر المباريات او في اخر المباراه ممكن يعني في كره، يعني الجون اللي احنا دخل فينا لعبه عاديه جدا، هو خطا من عندنا، يعني حد منعم بتيالي بقى المفترض انه يشيلها واحده، حب يوقف الكوره خبطت في رجله وتقول حطها على طول، ولكن في الاخر انت كسبت المباراه. بس في نقطه هنا بقى، يعني خلينا نتكلم، هل الفكره عند مستر كوره انه كل ماتش هيلعب بمجموعه؟ انا بتساءل، يعني انا سبت الموضوع انتوا في الاول قلتوا هي وجهات نظر وممكن يكون هو بيفكر فكره. كابتن ايمن انا دايما المدرب انا لا احاسبه قبل المباراه على انا كعادي ماشي. يعني ده وجهه نظري كويس، هي الظروف صعبه وظروف مش طبيعيه، هتشوف تبديلات كتير، هتشوف تغييرات كتير، هتشوف تدوير كتير. هكمل فكرتي، اتفضل كمل فكرتي. هل انا كمدرب بنتمي لاني فكره؟ هل انا غيرت سته في الملعب مره واحده منهم ثلاثه اول مره يلعبوا؟ انا قلت فكره. اصل معنى كلامك يا كابتن عادل ومعنى برضه كلام الكابتن شريف، لا ما انا هقول لك اصل معنى كلامك ايه؟ معنى كلامك ان احنا الماتش الجاي اللي هو كمان ثلاث ايام ممكن تلاقي أربعة خمسة غير اللي لعبوا النهارده. ده فكرة. دي فكرة. اللي أنا عايز أقوله. ده الفكرة اللي هو ممكن بيكون بيتبناها، بس أنا أقول لك حاجة. يعني أنا أتمنى إن التدوير يبقى في ثلاث خطوط كل خط واحد، بمعنى لما تيجي تدور بثلاث لاعبين. هيا يا كابتن أيمن دور بثلاث لاعبين. مش بستة مرة واحدة، ستة بتعمل خلل تكتيكي جوه الملعب. ستة لعيبة مرة واحدة فيها صعوبة شوية. أتمنى من مستر كولر أنه الفترة القادمة أنه يشتغل على ثلاث لعيبة مثلا في كل خط. أيوه. في الخط كل خط لاعب لاعب لاعب، عشان ما تتأثرش فنيا وما تتأثرش بدنيا. ولكن فكرته هنشوفها المباراة القادمة، وزي ما قلنا احنا نشوفه الفكرة اللي بيعملها هل تنجح ولا ما تنجح. انت نجحت النهارده، خدت الثلاث نقاط مظبوط، لعبت تجاري في بعض الاوقات. خلينا لا يعني لا خلينا نتكلم ان النادي الاهلي النهارده ما بص احنا اتفقنا على حاجه معينه انت قلتوا عليها واتفقتوا عليها، ان ممكن في خلال الفتره دي ما تلاقيش حلاوه في الاداء، بس المهم ثلاث نقاط نتيجه ظروف كتير جدا صعبه جدا جدا بيمر بيها النادي الاهلي النهارده، منها الضغط المستمر للماتشات. ما انا موافق، منها غياب بعض اللاعبين، منها اصابات للاعبين. انا موافقك يا كابتن ايمن، لكن انا بتكلم على ايه؟
انا النهارده في بدايه المباراه انا شفت ثلاث لاعبين بعاد عن الملعب كتير. قلت وجهه نظر المدير الفني. هو وجهه نظره، لكن انا بتكلم فيما بعد. المفترض انه ما يبقاش فيه سته لعيبه بتتغير مره واحده. يعني اتمنى. ليه؟ لانه هتأثر. تغيير الست هتأثر، بتأثر تكتيكيا ويعني وبدنيا كمان. خلي الموضوع يبقى فيه تغييرات على اضيق الحدود. بالذات في المباريات الايه؟ القادمه. هي. لانك عندك مباراه من يعني مباراه قويه جدا. يوم الاثنين ماتش من في ماتش مظبوط طلاع الجيش يوم الاثنين. يعني احنا راحه السبت حد. الحد راحه ما فيش تدريب. ده احنا كده لحد يعني 17 اغسطس. يعني انت استشفى بس. بالظبط. اللي انت بتجيب الفرقه استشفى، لكن اهو انت لعبت مجموعه لعيبه النهارده، نستغل بقى اللعيبه الاخرى، يعني انا متاكد تماما ان هاني هيبدا الماتش الجاي.